روتين جامد جدا 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 يا جماعة، وتجديدات جديدة للطيور في الشقة تحت كده، الصالة والطرقة هنظبطهم وهننظفهم وهنغير الشكل ده كله والكركبة، ونظبط الأماكن، وأول ظهور للحمام بتاعي، وكمان هنعمل خلطة ممتازة جدا 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 للحمام، بتزود إنتاج البيض عنده، وتشوفوا الحمام بتاعي، ونشوف بقى إن شاء الله هنربي طيور جديدة في المكان ده، وهننظفه إزاي وهنظبط الدنيا إزاي. طبعا بقالي شهرين ما مدتش إيدي في المكان ده خالص، وطبعا متابعين قناة يوميات في مزرعتي دايما بيسألوني على الحمام وفي الحمام والكلام ده كله، فأنا قلت لازم ننظف بقى عشان بعد كده نبدأ نظهر الحمام ونعمله مع بعض ونعمل له خلطات ووصفات وحاجات كتيرة جدا. كملوا الفيديو ده للآخر هتشوفوني وأنا بنظف وظهرت معاكم. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وأي حد عنده سؤال يسيبه تحت في الكومنتات، وقبل ما تكتب أي كومنت كمل الفيديو للآخر. أبطل عينا معجبة نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت، أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعة رجال أو نساء، اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل حسدا على جمال الأجسام أو على جمال الشعر والأعين أو على طبعا يا جماعة أول حاجة قلت كده بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأت بقى طبعا إن أنا انظف المكان كويس جدا علشان اظبطه بقى للحمام كده، وهيئه للحمام بقى والبط الصغير ان شاء الله برضو هنزله تحت هنا علشان الحر. وكمان هقول لكم على حاجه جديده هجيبها ان شاء الله في القناه، برضو هحطها في المكان ده، وما شاء الله هي الصاله واسعه جدا وتسع حاجات كتير جدا، وانا هظبطها واقسمها ولسه هعمل فيها حاجات تانية كتيره جدا. قبل بس يا جماعه كده ما نشوف الفيديو، حابب اوضح نقطه بسيطه بس جدا للناس. انا يا جماعه ما فيش اي حد في البيت له علاقه بالطيور غيري، فبالتالي اي حاجه بتتوسخ من الطيور فواجب عليا انا اللي انظفها. وانا مش هكذب عليكم واقول لكم لا انا ما بنظفش، مثلا بجيب حد ينظف لي او كده، لا والله انا مش فايد عليا ان انا اجيب حد مثلا كل شهر او كل شهرين اديله 100 جنيه او 200 جنيه علشان ينظف لي، انا مانيش مشلول، انا الحمد لله اقدر اروح انا انظف. بس الحمد لله ربنا كريم يعني الحمد لله. وطبعا يا جماعة الطيور دي يعني قبل ما تكون مصدر يعني دخل ليا الحمد لله يعني هي دراستي، لان انا باخد عينات وحاجات من الطيور بتاعتي. طبعا يا جماعة بدأت بس كده ان انا انظف المكان واظبطه والطوب، انا بس حبيت انبه على النقطة ديت عشان الاقي حد بقى هيقول لي والدتك خالتك جارتك الكلام ده كله. انا والدتي قلت لكم في كذا فيديو قبل كده ما لهاش علاقة نهائي بالطيور، وما فيش اي حد خالص له علاقة بالطيور ولا بيروح لها ولا بيجي لها غير العبد لله الحمد لله، والحمد لله بقدر ان انا انظف لهم واظبطهم، وزي ما بيدوني وبيكرموني لازما كمان انا اديهم واكرمهم. وطبعا يا جماعه تعليق بس بسيط على الكمامه، انا لابس الكمامه علشان التراب، وكمان علشان انا مش عايز اظهر بوشي دلوقتي. لو وصلتوا الفيديو ده ل2000 لايك والله العظيم ما يوصل ل2000 لايك لاظهر بوشي الفيديو الجاي ومن غير الماسك ومن غير اي حاجة. طبعا يا جماعة بقى كان في كراكيب كده وحاجات اللي جاية من الشقة، طبعا الشقة دي قصاد الشقة اللي احنا عايشين فيها، فلازما ان انا انضفها كويس جدا. فكان بقى في ازايز بقى بتاع ساقعة وكراكيب، طبعا ده كل دشكرت البيبس اللي انا بلمها اديها لعم محمد، زي الازايز برضو اللي فوق السطح اللي متابع القناة من زمان. والدكة دي يا جماعة اللي انا بعمل عليها العلف، اللي انا بحط عليها العلف وبخزن عليها اكل الطيور. طبعا حطت عليها سجادة قديمة كده علشان تحميها بس، وكمان علشان الحاجات اللي بتبقى عليها ما يجيش عليها براس ولا يجي عليها اي حاجة كنت بنضفها. طبعا يا جماعة الموضوع ده كله خد بالظبط مني 15 دقيقة، طبعا انا سرعت لكم الفيديو، حتى انتوا لو تشوفوا انا طبعا انا مش بعمل بالسرعة دي، انا سرعت لكم الفيديو. طبعا بقى كنت بنضف كده المكان كويس جدا، هو بس الاستاند كان بعيد، انا والله كنت قاصد ان انا اظهر كلي، بس اتضح لي بعد ما صورت الفيديو ان الاستاند كان بعيد، ف كان عامل يعني جايبني نص بس.
زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا يا جماعه انا برش جير مطفي، لكن انا بصراحه ما كانش عندي جير مطفي ان انا ارشه. وبصراحه يا جماعه اي حد بيربي طيور هو اللي لازم ينظف تحتيها، يعني حتى لو انت مثلا عندك والدتك ربنا يخليها لك يا رب وبتساعدك في الطيور يعني اللي هي بتربي معاك وكده، خليه ينظف انت عنها، بلاش تخليها هي تنظف. والله ودي حاجة مش بتقل من رجولتك ولا بتقل من شكلك خالص، بالعكس لانها حاجة مش عيب ولا حرام، وطالما الحاجة لا هي عيب ولا هي حرام خلاص. وما فيش حاجة خلقت للستات بس، وثانيا الستات بتتساوى، بقت بتتساوى بالراجل في كل حاجة. فاللي هو عادي يعني ان احنا نربي طيور، وعادي ان احنا ننظف تحتيها، وعادي ان احنا نمسك المقشة، وعادي ان احنا نكنس، ما فيش حاجة عيب. طول ما الحاجة ما هيش حرام ما تبقاش عيب، طول ما الحاجة ما هيش حرام ما تبقاش عيب. وانا بدأت ان انا انضف اهوت وزي الشاطر، ونضفت المكان كويس جدا جدا جدا، وبدأت ان انا اعبي الزبالة اللي طلعت في الشوال اهوت علشان انزله في العربية بتاعت الزبالة. طبعا دي بقى كان اكياس وورق والتراب اللي كان تحت الحمام في الصالة، وظبطت الدنيا خالص. طبعا يا جماعة عايز اقول لكم، نسيت اقول لكم على حاجة، انا قفلت البرندة من هنا، بس البرندة لسه ما نظفتهاش، قفلتها خالص بحيث ان لا الحمام ولا البط ولا الفراخ الهندي يا جماعة ان شاء الله جاية لفراخ هندي، ومجهز برضو المكان ده ليها. دي المفاجأة ان انا هجيب فراخ هندي ان شاء الله. حجزت 10 كتاكيت يا جماعة، الكتكوت ب25 جنيه، عمر 10 ايام، جاي لي ان شاء الله من المنصورة قريب جدا. فانا نظفت لهم بقى المكان ده عشان احطهم فيه، يكونوا ولاده البطه كبروا، وفطمتهم عن امهم وانزلهم هم والكتاكيت هنا، والم الرومي كمان معاهم في الحته ديت، عشان عندي 3 اللي هم الكتاكيت الرومي الصغيرين اللي كانوا ظاهرين معايا في الفيديو اللي كنت بدش فيهم الدشيش. فقفلتها بقى خالص يا جماعه، قفلتها باحكام، وكمان انتوا هتشوفوا دلوقتي في الفيديو ده فرن اللي احنا بنغبس فيه اللي هو بتاع العيش، وقفته كده ورا الخشبيه دي وقفلته خالص، وحطيت الصينيه ديت علشان هفرش عليها العيش الناشف اللي انا شاريه. وهتشوفوا برده العيش دلوقتي وانا بفرشه او بحطه يعني في الشمس، علشان بس ان هو يتهوى من المكان بتاعهم وكده. وقولوا لي ايه رايكم بقى في النظافه اللي انا عمال اعملها دي، وهسكت شويه عشان تشوفوا. انا خدت السجادة يا جماعة بعد ما نظفتها بقى، بعد ما نفضتها حطيتها على الترابيزة تاني. الترابيزة دي بقى اللي بحط عليها العلف والدشيش، ولما كنت بحط البطاطس كنت بحط عليها يعني اي علف طيور يا جماعة او اي حاجة بحطه على اللي هي الترابيزة دي او العلاج او اي حاجة انا بعملها عليها. ودي سيراميكا بحطها عشان الحتة دي مشروخة كده، فبحطها وزي ما حضراتكم شايفين كده حطيت عليها اللي هي الشكارة بتاعت العلف والحمام هنا. انا كنت ناوي يا جماعة ان انا اعمل للحمام اخنان هنا، بس غيرت الفكرة يعني. وطبعا يا جماعة انا قسما بالله كان عندي كمية حمام ما تتخيلوهاش، ملهاش، كان كتيرة جدا 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 والله والله، وبدون مبالغة كان فوق 150 حمامة اقسم بالله. بس لما جه تالتة ثانوي تعبوا مني، وجات لهم امراض كتيرة، وكمان بقى يضيعوا، وبعت منهم وهديت منهم، فاتبهدل بصراحه كتير جدا. بس انا ان شاء الله هرجعه تاني، وهعمل بقى هبني برج صغير كده قصير، بس هبنيه فوق السطح مكان كده مكان ما بلم الزباله. طبعا يا جماعه الحمام بتاعي بصراحه ده ما هوش منتج قوي يعني، بس انا بدات ان انا اهتم بيه واحط له حاجات عشان تزود انتاج البيض وكده. وبدات بقى اظبطهم واولفهم مع بعض، الذكوره مع الاناتي والاناتي مع الذكوره، واشوف اللي مولف نهو واللي مش مولف نهو، علشان اجوزه يعني ان هم يتزوجوا مع بعض ويبداوا ينتجوا لي. طبعا يا جماعه هو الاستند انا ما كنتش عارف اظبطه خالص، فما كنتش يعني اللي هو يعني مثلا الحته دي كنت عايز اوريكم كده وانا بلم على الكرتونه، علشان ما فيش حاجه ان انا الم عليها، فالتصوير ما ظبطش معايا المره دي. ان شاء الله مرة تانية هبقى احاول ان انا اظبط الستاند اكتر من كده. شايفين انا كده يعتبر خلصت بقى خالص دلوقتي، وهدخل على الطرقة، بس الطرقة نسيت ان انا اصورها لكم وكده يا جماعة. بعد ما انا خلصت الطرقة وجبت هوت شوال العيش، ده شوال عيش يا جماعة 11 كيلو
شاري انا الكيلو ب 3 جنيه ونص، ده عيش ناشف شاري الكيلو ب 3 جنيه ونص. طبعا يا جماعه كان في تراب كتير بصراحه، كانوا ازبل شويه عيش شراتهم في حياتي، بس انا ما يعني ما قدرتش اكسف الست، ست غلبانه بقى، ويعني ربنا يكرمها يا رب ويرزقنا ويرزق الجميع، وجايباهم كده وعشمانه، فاخدتهم مهمط كانوا مترابين يا جماعه كده وريحتهم وحشه، فقلت افردهم في الشمس كده كده، انا اي حاجه بفردها اي عيش بجيبه بفرده في الشمس علشان يطهر علشان الطيور. ده كده يا جماعه اهوت خلاص بقى، الحمد لله يعني بعد ما خلصت تنظيف وملات بقى للحمام، حطيت لهم بقى يا جماعه 2 سم كلور على كل لتر ميه علشان الديدان اللي عندهم، عشان هم عندهم ديدان، وحطيت لهم ده قمح وعلى حلبه، قمح اللي هو الغله عليها حلبه يا جماعه، حلبه ناشفه حلبه حصى يعني، علشان الحلبه والقمح بيزودوا انتاج البيض جامد جدا عند الطيور كلها، سواء الحلبه الحصى او الحلبه المنقوعه. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده يا جماعه، ودي التجديدات وده الروتين وده الحمام بتاعهم، ده شويه الحمام بجد اللي عندي والله، ان شاء الله هبدا ان انا ازودهم وبوريكم اهوت يا جماعه. والطرقه اهي الطرقه نضفتها طبعا بس الجو عتمه فيها. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتم في اللهم أبطل عينا معجبة نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت، أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعة رجال أو نساء، اللهم أبطل عين الأقارب والجيران.